يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تهاونا فهل يخلد في النار أم يخرج بشفاعة؟ هذا بناء على الخلاف الذي يتركها تكاسلا، هل هو يكفر كفر الأكبر؟ هذا لا يخرج من النار، أو المراد الكفر الأصغر فهذا يخرج من النار بالشفاعة، فهو مبني على الخلاف في هذا. والصواب والصحيح أن القول الأول أنه يكفر الكفر الأكبر، بناء على ذلك فإنه لا يخرج من النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الصحيح أنه لا يخرج من النار لأنه كافر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم.